بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل موضوعنا الطب الشرعي والسموم فورنسيك ميديسن المقررة في الترم الثاني على شعبة مراقب صحي. احنا وقفنا المرة اللي فاتت على شابتر 3 ميتاليك بويزنينج اللي هي السموم المعدنية. انواعها بقى انواع الحاجة زي الليد سولت الرصاص، املاح الرصاص. طبعا دي كلها حاجات بتستعمل في الصناعة، كلها مواد صناعية بتستعمل في البينس. مهم جدا هي سؤال بعد كده بيقول لك واحد كان بيشتغل ايه مبيض بيبيض يعني في البيت، فايه وحصل له السم، تفتكر ايه البينت ده؟ اللي هو الايه البويه بتاعت البيت اللي بيضربوا بيها بويه الزيت والبويه، فدي اسمها ليد سولت. وبيستعمل كمان في البطاريه في صناعات البطاريات الرصاص، الالواح الرصاص اللي بتحط جوه البطاريه، وايه بيزود للبنزين، يحط له ليد شويه رصاص وعشان يزود الاوكتين بتاعه، يقول لك ده بنزين 90 و92 و95 بنسبه الرصاص اللي فيه. بعد كده املاح الميركوري اللي هو الزئبق، بيستعمل طبعا في الصناعات في المتفجرات، الترمومترات كلها اللي بنستعملها معظمها فيها ترمومترز فيها ميركوري. التيث امالجم بتاع دكتور السنان، اعتقد في سؤال بعد كده هيقول لك دكتور سنان وحصل له تسمم، تفتكر من ايه؟ غالبا من الميركوري سورت، لانه ايه دكتور السنان بيستعمل التيث امالجم اللي هو لونه رمادي ده او فضي كده شويه، وبتستعمل الميركوري في الانسكتسايد في المبيدات الحشريه، ارسينيك ماده كده بيضه وبتاع بتستعمل برضه في الانسكتسايد، وايه فوسفرس سولتس املاح بيستعملوها برضو رودنتيسايد كسم فار. الاكشن بتاعها دبل اكشن، تشتغل لوكال على المعده وتعمل اضطرابات. يعني ايه لوكال؟ تعمل دايريا وفوميتنج ونوزيا وكل ده. الريموت بقى بتخش على حسب الملح اللي هيمتص، هيأثر بقى ايه، هيكون له تاثير على المكان، ممكن ياثر على الكليه، ممكن ياثر على الليفر، ممكن ياثر على الهارت. وبعدين برضو الكاركترز بتاعت من الكاركترز بتاعت الميتاليك بويزنينج برضو حاجة اللي هي اكيوت اند كرونيك بويزنينج. واحد بيشتغل في المصنع، يعني ايه كرونيك بويزنينج؟ يعني دي نرجع لحتة كيوميولاتيف، يبقى ليها تأثير تراكمي. اكيوت اخد رصاص، كمية رصاص مثلا عالية، ليد او ميركوري بالصدفة مثلا اتكسر ترمومتر في بقه، دخل لكل الميركوري فيه، حصل له اكيوت بويزنينج. كرونيك بقى اللي هو بيتعرض لكميات صغيرة بسيطة شغالة شغالة شغالة، دي بيها كيوميوليتيف اكشن، قلنا ليها تأثير تراكمي وبتتخزن ستور في التيشو. طبعا لو بنعمل له، لو اكيوت بنعمل له جاستريك لافاج، حاجة اسمها كاليتورز. كاليتورز دي الانتيدوت بتاعت كل السموم المعدنية، حاجة اسمها كاليتورز، حاجة بتمسك فيها كاليتور بتقوم ايه يعني بتوقف مفعولها، انها بتضيع مفعولها، انها حاجه بتبقى اتاتش بتمسك في الميتال ده وايه وتضيع مفعوله، اسمه كاليتورز او كاليتنج ايجنت. الليتنت بيريود توكسيك مانيفيستيشن ابير، طبعا ممكن زي ما قلنا ليها يعني مش شرط ان ياخد السم دلوقتي، لا ده بيقعد على فترات. ونوت افكتد باي بيوتريفاكشن سبيشالي ارسينيك، هتشوف بيوتريفاكشن التعفن، يعني لو واحد خدها وطبعا مات بعد مثلا شهر طلعوه شكوا ان وفاته ايه جنائيه، فطبعا الموضوع اتحلل الجثه بقى خلال الشهر ده، اتحللت وحصل فيها ما حدث هنعرفه في اللي بيحدث في الجثه في الكورس بتاعنا. طب ايه بقى لو لقوا الرصاص؟ هيلاقوا الرصاص موجود، لو لقوا ميركوري هيلاقوا الميركوري. هي دي ميزه بالنسبه للطب الشرعي الايه السموم المعدنيه. اكسيدنتال بقى بالصدفه، طبعا في الصناعات بالصدفه بياكل بيعمل ما غسلش ايديه، مسك على الجوانتي على طول الساندوتش، بيحصل ايه؟ هوموسايدال اللي هو بيدسوا السم، بيحط سم لايه لواحد تاني، يعني جريمه قتل يعني مسبقه بالتسمم، بيحط له طبعا بيقول لك رير، لان معظم رير they are easily detected، لان يعني لو انا عايز اسم واحد حطيت له رصاص كويس، فبعد ما يموت ممكن يشكوا مش عارف ايه ويحللوه، عمره ما هيفضل، لان هيفضل موجود لانه resist putrefaction. الميتاليكا كلها بتقاوم التحلل، يعني هيلاقوها في جسمه لو بعد فتره طويله جدا هيلاقوها برضه في جسمه الرصاص ده او الميركوري موجود. طبعا ايه في الاول بقى كنا ايه نفتكر ان العامل اللي اخد ممكن بويزنينج بالميتاليك ده، نفتكره ان هو عنده نزله معويه،
نفتكره ان هو ايه appearance of symptoms، يعني تاخد وقت ايه عبال ما ايه ما بتظهر، فما بنعرفش. وطبعا ده بأوقات ايه في حاجة اسمها ارسينيك برضو من المواد الميتاليك بويزنينج، ده بيتحط في الرز لونه ابيض added to rice while yellow arsenic added to egg. ممكن نحط ابيض على الرز ونسم واحد، دي اسمها هوموسايدال، جريمه مش كده، او نحط له ارسينيك اصفر على البيض ونقول له اتفضل وياكل ويجي له تسمم. سويسايدال طبعا محدش هياخد سم، ليه تاثير هيظهر بعد كده، يعني اللي عايز ينتحر سويسايدال انتحار هياخد سم، عايز يموت مش معقول هيقعد بقى ايه اسبوع ولا بتاع ولا 3 ايام بيتاثر بالسم ويفضل يتالم، عايز سم سريع يعني ايه يموته بسرعه سويسايدال. فده ما بيستعملوش، يعني الحاجات دي بتبقى معظمها اكسيدنتال، يا واحد يحطها كسم. الكومن سيمتومز طبعا على المعده على الامعاء طبعا تبقى ايه نفس الكوليكس، يجي له مغص، يجي له اسهال، يجي له صدمه نتيجه فقدان السوائل. الريموت بقى على فترات بعد ما بيمتص بقى، تاثير الليد بيأثر على النيرفس سيستم بلاد، ذاكر الحته دي كويس لو سمحت. تأثيرات السموم اهو عندك كام؟ 5. تأثيراتها على الأجهزة المختلفة للجسم، اكتب بقى جنبها كده، فطلع كتاب واكتب جنبها سؤال مهم، الليد بيعمل ايه؟ نيرفس سيستم بلاد وكدني، على الدم وعلى الكلى. طب الميركري الزئبق على الكدني والنيرفس سيستم برضه والماوس، بيحصل له ايه؟ جنب تلاقي ايه اللثه بتاعته متورمه كده، يعني عند السنين فوق السنين وتحت السنين تبص اللثه بتاعته متورمه. الارسينيك على النيرفس سيستم بيأثر على الجهاز العصبي على القلب وعلى الدم، يعني حاول كده تحفظهم. والانتيموني ماده اسمها انتيموني برضو افكت الهارت، والفوسفورس بيأفكت الكيدني. الفيرست ايد اند تريتمنت طبعا على طول لو اخد لو عندك انتيدوت اوكي اديله، او اللي هو كليتنج ايجنت، عندك جاستريك لافاش اعمل له جاستريك لافاش عشان نتخلص من السم. الاسئله بتاعتها هتقراها كويس، هو اعتقد هما سؤالين، السؤال الاولاني حقق اجابته الليد بويزنينج، والسؤال الثاني الميركري بويزنينج. ماشي يا جماعه، هنا بيشتغل في البينت قلنا بيبقى ليد، وهنا حصل له بليدنج وهايبرفلويد دم، دي في الايه في الميركوري بويزنينج. خش بعد كده على شابتر 4، عندنا حاجه مهمه جدا الفود بويزنينج، التسمم الغذائي، اكيد طبعا في شغلكم ويعني هتشوفوه كتير جدا. يعني ايه تسمم غذائي؟ ده ديفينيشن، تعريف، والتعريف مهم حاول تكتب عليها مهم، لانه ايه تعريف لما اقول لك بويزنينج باي ايتينج فود اند درينك اسمه ايه مثلا ليد بويزنينج ولا مثلا ميتاليك ولا انسكتيسايد، لا ده هتقول لي فود بويزن، واحد اكل مش كده ايتينج فود اور درينك ووتر كونتامينيتد والاورجانيزم، ممكن يكون اما بقى بكتيريا فيروس او بكتيريا تسمم غذائي، بكتيريا حمض، اكل حمض في الثلاجه او بره الثلاجه محطوط واكل بايظ، بارازيتيك اللي هو الايتوفايليات زي الاميبا وكده، وكيميكالز يكون في اي مواد ايه من الكيماويات فبيحصل له ايه فود بويزنينج. طبعا ايه من الحاجات التشخيصيه برضو ممكن يعمل واحد بس، واحد هيشككك لو واحد قال لك ايه انا ايه عندي اكلت مثلا ملوخيه واكلت من عند المحل الفلاني كويس وحصل لي مغص واسهال وقيء ومش عارف ايه وكلام من طب نعمل ايه بقى؟ تشك. انما لو كان جروب خلاص انتهى، جروب اوف بيرسون شيرنج ذا سيم فود، انما لما تكونوا مثلا عيله اكلت من نفس الاكل، مش معقول واحد هيكون عنده نزله معويه والتاني جاله كلهم نزله معويه في نفس الوقت، يبقى اكيد من الاكل، يبقى ايه شيرنج يعني جروب كبيره من الناس اخذت بتاعه ده، على طول نفكر في ايه في فود بويزنينج. الاسباب بقى حاجه اسمها اندوجينس، انواع من السمك، في سمك زينه اسمه سمك سيرة فهاكا، ده موجود في البحر الأحمر، أسماك زينة أنت لو شفتها هتلاقي أشكالها جميلة جدا، بياكلوها بيبقى فيها سم للأسف، بيبقى فيها سم، وتوكسيك شيل فيش اللي هو إيه حاجات زي الإيه الجندفلي وأم الخلول والحاجات دي برضو بتبقى فيها، وفي بويزنس مشرومز اللي هو الإيه المشروم بيبقى برضو مزروع أو بيطلع من الأرض بيبقى فيه إيه تأثير لماسكارينيك
وبروديوس سيفير ماسكارينيك مانيفستيشن، برضه بيحصل له ايه؟ تسمم لما يتاكل، وانت بتاكله عادي انت جايبه مشروم، الناس تحبها كلها بالمشروم وبتاع، وبره حتى بيحبوه، تقوم انت واكله يحصل لك مشاكل، ده يعتبر نوع من الفود بويزنينج. الكيميكال بقى، الحاجات الكيميائيه اجريكلتشر في حالات الزراعه، كيميكالز انسكتسايز رودنتسايد، كل ده يعتبر نوع من التسمم الغذائي. كيميكال فروم بروسيسنج سيباريشن او هاندلنج اوف فود، بيحصل برضه ايه؟ بريباريشن او هاندلنج. كان اشهرها زمان، يمكن احنا عشناها زمان قبل ما يخترعوا الالومنيوم والكلام ده، كان النحاس، كان ياكلوا النحاس. بص عائلات جايه كامله بتسمم نتيجة النحاس، المادة بتاعت النحاس اللي هي اللي هو الصدى بتاعت النحاس اللي هو لونه أخضر ده، بيعمل تسمم سيفير تسمم. كيميكال فروم باكينج ماتيريال، بيلفوا الحاجة بإيه؟ بستابلايزر، ببرينتنج لينكس، بيحطوا حاجات على الإيه؟ على أثناء تغليف المواد الغذائية، برضه ممكن تعمل. كيميكال فروم ستورج إن كونتينر لايند ويز كادميوم زينك كابر انتوي، لو كان البرميل نفسه او الصفيحه في صفايح جبنه كده ممكن برضه تعمل ايه، لو كانت من زنك او من الانتيموني ممكن تعمل ايه اثناء حفظ الاكل الجبنه او كده، ممكن تسبب لنا مشاكل. احنا كده خلصنا اندوجينوس. وخلصنا الكيميكال فود بويزنينج، وبرده يوز اوف صوديوم نيترايد، مواد حافظه كده بتحط، ممكن بيحطوها مع المخللات مع المربات، ممكن برده بتعمل فود بويزنينج، المواد الحافظه. عشان كده الواحد لما يشرب مثلا حاجه فريش، اعتقد برتقان فريش، عصير فريش، حتى المربات اللي بتتعمل في البيت تبقى فريش، المربات عشان ما تبص وما تعفنش، والصلصه اللي بتتحط كله ده بيحطوها مواد حافظه، ممكن تعمل نوع من الفود بويزنينج. بعد كده فود الرجي، طبعا ايه نتيجه ايه؟ ان واحد بياكل اكل برضه ده بيعتبره تسمم. الرجي الرجي ده تفاعل تاني، انما بيحطوها تبع ايه؟ التسمم، اللي هو لما واحد بيبقى عنده حساسيه من البيض، من اللبن، من الفراوله، من الشوكولاته، من الموز، بيجي له حساسيه ويجي له ساعتها رياكشن وكده، ده يعتبر بيعتبروه فود بويزنينج. وبعدين بارازيتك، طبعا الجماعه اللي ايه بياكلوا مش غاسلين ايديهم بتاع، حاجه اسمها تريكينيلوزيس وانتاميبا هيستولوتيكا وجارديا، بيقول لهم ايه حاجات كده نتيجه برضو الاكل مش نظيف او كده، او الايه او العامل بتاع النظافه بتاع اللي بيطبخ ما معهوش شهاده صحيه مظبوطه، فتلاقيه يحصل لهم ايه بين المرض اسمها اميبا، يجي له اسهال بتعنيه يعني من الحاجات بتاعت القولون الشديده جدا، او بكتيريا بقى دي بتتنقل طبعا. مثالها مثلا الاكل لما بيحمض، ما ده نوع من البكتيريا، او باسيلس، حاجه اسمها سيريس، ستاف اوريوس، سافيلوكوكس اريا، انتيرو توكسينز برودوس باي ستاف. في بقى يعني مش البكتيريا نفسها، هنا بكتيريا مش كده، البكتيريا تقوم عامله حاجه غريبه جدا، تقوم مطلعه حاجه اسمها توكسين، سموم تبخ، يعني مش يعني تاثير البكتيريا ممكن صح يعمل تاثير، انما ممكن كمان اللي هو افظع بقى اللي هو بيعمل ايه، بتقوم مطلعه توكسين زي في الكوليستيريوم بوتيولينيوم، هناخدوها بالتفصيل اللي هي بتاعت الفسيخ، ان البكتيريا اسمها كوليستيريوم بوتيولينيوم، يعني يا ريت على البكتيريا وهتعمل شويه اسهال وكده او شويه قيء، بس انما مشكلتها انها بتطلع البكتيريا دي بتطلع سم، هو ده اللي بيعمل مشاكل الفسيخ وبيعمل شلل وبيموت العيان نتيجه ايه؟ ان بيشللوا العضلات بتاعت الجسم، وطبعا اخطرهم هنقولها دلوقتي عضله التنفس. كل دي انواع السالمونيلا طبعا والشيجيلا والايكولاي، ايكولاي دي من مشهوره جدا اللي هي بتتنقل طبعا ايه عن طريق الاكل الايه الملوث، وتلاقي العيان جاي له اسهال وقيء ويبقى قاعد طول الوقت في الايه في التويلت من كتر الاسهال ومن كتر الالتهابات اللي بتجيله في القولون، حاجه اسمها ايكولاي، شيجيلا كولاي يعني بتمسك القولون وايه وتدمره. طبعا فيبريو كوليرا، زمان بقى الكوليرا دي وقفت خالص، كانت اخذت بالالاف، حصلت بالالاف يعني زي الكورونا كده بالالاف، يعني تروح للناس يشربوا الميه تلاقي كله بيموت نتيجه الكوليرا، وطبعا دي من الحاجات اللي هي ايه اتوقفت خلاص يعني خلاص ما بتجيش. بعد كده مايكوتيك اللي حاجات الفطريات، مايكوتوكسينز في عندنا حاجتين، وايه فانجل ميتابولايتس،
اتش ار كارسينوج مشكلتها انها في كارسينوجينك ممكن تسبب كانسر، واميونو سبريسيف بتوقف المناعه. طبعا ايه الفاكتورز على الفانجل فيفرز فانجل جروث؟ ازاي بقى ان الفطر ده ينمو لو كان في اير وهيوميديتي اكتر من 70%، تمبريتشر من 10 ل 30 ينمو برضه، وايه سيريال دامج لو كان ايه الحبوب بيحصل لها دامج بتنمو فيها الايه هذه الفطريات. الفيرال طبعا فود بويزنج، واحد يجيله من الاكل اما الفيرال ايه طبعا بي وسي بتتنقل عن طريق الدم. فيرال هيباتيتس ايه دي معروفه طبعا بتتنقل عن طريق الاكل، تاكل اكل مش مظبوط، الراجل مش غاسل ايديه، الراجل عنده مشكله وايه ويجي لك، او حاجه اسمها نورو فيروسز او نيورو فيروسز وروتا فيروس، من اشهر الفيروسز اللي بتعمل فود بويزنج. اخر حاجه بقى توكسيك فود اديتيفز، من الحاجات اللي بتتحط الايه دي حاجات بتتحط على الاكل بتخش بقى ايه بتتعمل كونتريبيوت تو اوبيستي، مثلا مواد كده بتعمل نوع من التسمم الغذائي، نايتريس ونايترايز، ارتفيشال فود كولرز. ارتفيشال فود كولرز اللي هي الايه الحاجات الملونات، عشان يجيب لك طعم الفراوله ويجيب لك طعم المانجا ويقول لك دي بطعم الليمون، وكلها حاجات محسنات كده بتتحط، دي ممكن برضو بتعمل ايه نوع من الفود بويزنينج. طبعا فود بويزنينج بيخش الايه المعده، يبقى تاثيره وضعي في الاول لوكال اهو نوزيا ابدومينال بين ويحفظوه كويس جدا، ويجي له بعد كده لو كان حاجه بقى وصلت ريموت من التوكسينز بقى بتاعت البكتيريا دي، فيفر وهيديك وديزنس ونيورو توكسينز. النيورو توكسينز بتطلع اللي هو بتاع البوتوليزم اللي هو بتاع الفسيخ، بيطلع ايه نيورو توكسيك ماده بتروح على الاعصاب نيورو، بتعمل بليرنج اوف فيجن، ديفيكلت صعوبه جدا في التنفس، ويحس في الاول يقول لك انا حاسس بتنميل في ايديا، حاسس بتنميل في شفايفي، ايديا مش قادر ارفعها، كل ده ايه بيحصل نوع من الشلل. بس اكتر حاجه هتحصل له عشان كده ممكن يتحط على جهاز تنفس صناعي من اكل الفسيخ اللي هو الديفيكلت ايه بريزنج التنفس. التشخيص طبعا سهل جدا، ان هو لازم ايه غالبا زي ما قلت لك سيمتومز اوف جروب اوف بيرسون، لازم يكون ايه مجموعه اكتر عشان يعني خلاص ونتاكد ان ايه 4 5 6 اكلنا من نفس الاكل وحصل لنا نفس المشكله، اكلنا نفس اكل حصل لنا نفس مجموعه من الناس. طبعا بيحصل ايه فتره قصيره between eating and appearing of symptoms، والانكوبيشن بيريد غالبا فتره الحضانه بتاعت المرض على حسب الاورجانيزم. يعني تعرفين واحد مثلا عشان ياخد حتى الانفلونزا مثلا او حتى اي بكتيريا بيبقى فيها فتره حضانه كده، اللي هي بالنسبه للكورونا من يومين، قالوا من يومين لغايه 14 يوم، عشان كده بيحطوها. لو الراجل ده من 14 يوم ما حصلوش حاجه يبقى الراجل ده ايه خلاص سليم، وهو ده اللي بيحصل مع ايه الناس المخالطين اللي هم بنخاف لا يكون ايه عندهم كورونا. احنا قلنا الدياجنوزس. التريتمنت بقى العلاج طبعا ما فيش نوت تو ايت انون مشروم، خلي بالنا طبعا يعني وقايه، يعني كلها ايه وقايه. ما تديش العسل يقول لك للطفل اقل من سنه اي عسل، لانه برضه ملوث بالبوتوليزم، بنخلي بالنا. احنا رحنا فين؟ دياجنوزيس التريتمنت. وطبعا لو اي حاجه اكسبايرد فود بنمشيها. كيوراتيف طبعا بنروح الامرجنسي. بالنسبه للنيوروتوكسينز اللي اثرت على التنفس لسه زي ما قلنا بيتحط على الاسيست، بتتحط على فنتريت على جهاز تنفس صناعي لو حصل من اكل فسيخ. من اكل فسيخ بيحصل له تسمم ويحصل دي كونتامينيشن. ما بنعملوش حاجه لان هو غالبا العيان بيرجع، يعني لو اخد مثلا اي سم من الاول قلنا بنعمل له غسيل معده ومش عارف ايه، طب اذا كان هو اصلا العيان بيرجع ما خلاص خليه يرجع بقى، ما احنا هدفنا ان احنا نخليه يرجع للاكل، اذا كان هو بيرجع يبقى ساعتها مش هنعمله. واذا كان بقى عنده اي تاثير، عنده مغص هنديله حاجه ضد المغص، نديله انتي بايوتيك لو كان حاجه بكتيريال اللي هي بكتيريال افكت هنديله انتي بايوتكس. والبريفنشن بقى طبعا ان احنا ايه فود بويزنينج، بنغسل ايدينا كويس، يعني هتقراها كل الكلام ده، بنحطها الاكل في الثلاجه، لو اي شاكك في اي حاجه هت ايه هترميها. وطبعا المفروض ندوق الاكل كويس قبل الايه قبل ما ناكله على اساس نتاكد ان الاكل ده ايه
سليم. بوتوليزم بقى، البوتوليزم اللي هو التسمم بتاع الفسيخ، ده من الحاجات المشهوره جدا طبعا، اكيد كلنا يعني ايه عارفينها، والناس ايه تصل ايه الى حد الموت. البوتوليزم طبعا المسؤول عنه ايه حاجه اسمها بوتوليزم، بوتولينيوم توكسينز، ده بيعمل المرض ده اسمه بوتوليزم من بوتولينيوم توكسينز. البكتيريا اوكي، البكتيريا ليها تاثير زي اي بكتيريا بتحصل لنا، يحصل عنده صديد على اللوز، يحصل عنده التهابات مثلا ايه جرح وتلوث وعمل صديد او عمل خراج، ده في مشكله، ده بكتيريا بس. انما لو البكتيريا اللي في الخراج دي طلعت سموم وراحت للدم، اهو اهو ده تاثير حاجه اسمها، مش كلها طبعا، انما البوتوليزم بيعمل الكلام ده. طبعا ايه فود بورن ده غالبا بيجي من الاكل وبالحاجات الكاننج، معظم الحاجات الايه اللي محطوطه في صحيح وبروسيسنج ومحفوظه، الاغذيه كلها محفوظه. ممكن هي نتيجه البكتيريا دي بتبقى مش عايزه هواء، انيروبيك بيسموها، يعني مش عايزه هواء، فلما بتخش وتعمل لها كان وتحطها في الكان وتقفلها كويس جدا كويس، هتعمل ايه؟ هتنشط وتكبر. عشان كده ايه بنخلي بالنا ومن ايه من حاجه اللي هي التوكسينز بتاعتها، توكسيك افكت او توكسيك اكشن. النيورو توكسين بتطلع التوكسين بتاعتها، بتطلع على الايه على الاعصاب، بتخش على النيرف اندكس، نهايات الاعصاب اللي هي رايحه فين؟ في العضله، اللي هي بتعمل ايه؟ تخلي العضله تشتغل، تنقبض، تشد، ترفع ايديك، نزل ايديك، كل ده ايه؟ ان في امر بيجي على النيرف اندكس، على نهايات الايه الاعصاب اللي رايحه في العضله. فطبعا ده بيعمل له ايه انهيبيتنج اسيتايل، حاجه اسمها اسيتايل كولين، بيعمل ايه ليدنج تو ايه ماسل باراليسيز. ها ماسل باراليسيز يعني شلل في العضلات. طبعا الفود بورن بوتوليزم بقى ايه في الفرس بيجي له ايه، اول حاجه بيجي له لما ياكل فسيخ وحش بايظ بيحصل نوزيا وفوميتنج وانتفاخات وايه، وخلال بقى ايه 48 من 18 ل 36 ساعه، ممكن 8 ايام، بيقول لك بقى الايه انا جاي لي البراليسيز ها ويز انتاكت، يبقى فايق العيان، يعني ما بتاثرش على السي ان اس بتاعه، انما بتاثر على الايه على العضلات، عشان كده بيأثر بيها. طبعا لو كان طفل بيحصل له هايبو تونيا، كل العضلات بتاعته امساك وما ياكلش وتاكي كارديا. والووند بوتيوليزم سيميلر تو فود، ها بوتيوليزم زود جسد، بيحصل له نفس الحكايه برضه، ممكن بيحصل في الجروح، ها البوتيوليزم ده بيجي في الجروح. الدايجنوزيس طبعا من الكلينيكال بيكتشر والديتكشن اوف بوتولين، بنعمل له تحليل اناليسيز، بناخد عينه من الدم، عينه من البراز، عينه من الفود، عينه من الفوميتس الترجيع، ونشوف. وانيروبيك كلتش بنعمل لها ايه زراعه السامبلز دي، وطبعا ايه بنزرعها وبنشوف الايه الاورجانيزم او التوكسينز، لو لقينا الاورجانيزم اوكي لقينا التوكسينز بتاعه برضو ايه اوكي. التريتمنت بقى طبعا بندخله في العنايه المركزه، لانه هيحتاج ايه تنفس صناعي، وبنعمل له ايه انتي توكسين، وممكن نديله ايه في مصل كده موجود انتي توكسين. بعد كده عندنا شويه اسئله بقى، الاسئله دي انت هتقراها كويس، هما اربع اسئله، انا سايب لك الاولاني انت تحله. ان في واحد ايه ليفت فود، ليفت اوفر فود، حله انت لوحدك ده. طب نمره اتنين انا هقوله لك ده بوتوليزم، ده اجابته باراليسيز، افتر ايتنج كان معلب، يبقى ايه بيجي له ايه اسمه ايه بوتوليزم. والتالت بتبقى ايه اورجانو فوسفرس، بيبقى بين بوينت بيوبل، ده اورجانو فوسفرس بويزنينج نمره 3. وبكده يبقى خلصنا الباب الايه الرابع، نخش بعد كده على الشابتر 5 فولاتايل اند جازز في المحاضره الجايه ان شاء الله.